مالك ولا شايف ضوين بشارع ولا لمبة بشارعين؟ كل واحد فنجانه معاه؟ أيوة حبايبي. في منتصف الكرة الأرضية على دائرة عرض 31 شمالا وخط طول 35 شرقا، هذا هو شتاء الأردن. تبلغ درجة الحرارة 67 درجة مئوية تحت الصفر، وسرعة الرياح رادار ما بلغطها. كل شيء هنا متجمد، وفي هذا الوقت من العام جميع المخلوقات تهاجر من المنطقة إلا فصيل واحد يهاجر إليها، إنه البطريق. تكيف البطريق مع أحوال الأردن الصعبة، فلديه ريش يحميه من البرد وغلاء الملبوسات، وطريقة في المشي تغنيه عن المواصلات وارتفاع المحروقات. ولسان الأردنيين هو شو هو البطريق بتاكل؟ أنا يوسف وأنا نهفة. نهفة يا يوسف. اليوم أنا نحكي عن الثلج، والدنيا كتير برد، يعني ما يجيني الواحد يجي يحكي لي تعامل مع الثلج كأنه عادي، كأنه طبيعي، كأنك بالصيف. أكيد إحنا زي أي الناس العاديين، بالشتاء بنبرد وبالصيف بنحمى. بحمى أنا زي الديزل. بيجي بقول لك الشعب الأردني مش متعود على الثلج. طبعا مش متعود على الثلج أكيد، يعني لا إحنا روس ولا إحنا مربيين بطريق ولا دب قطبي عنا في البيت، ولا شايف إنه أنا أمي أوكرانية ولا أمي صربية. يعني دوبروفيتش كاكوسي زغول كاكوسي زغولش دوبروفيتش. هسا إحنا الثلج اللي متعودين عليها عبارة كلها عن ساعتين، يعني بتثلج من هون بيخرب الستلايت، من هون بتطلع على طول بتنظف الستلايت، بتجيب كوم الثلج بتعمل فيه كاسة شاي عشان الأجواء يعني والبرد، بتطلع بتعمل إيش رجل ثلج أو شبه رجل ثلج، هيك بكون رجل ثلج معوق عديم الملامح. وبعدين بتحضر بتقعد في البيت بتحضر مسرحية عيال كبرت وبتشبو كستنا على الصوب. طبعا بيطلع لك حبتين لانه كل المشويات 8 مش معقول تاكل. اما ثلج 4 ايام الارض كلها مطر ما راح تمسك، يا دوب بس ثلج شوي وراح توقف. يعني احنا هيك في الاردن متعودين، يعني ساعتين وبس. يعني اذا طلعنا راح نعلق اكيد ما راح نعلق بالثلج. هاي علقنا هينا بالثلج. جيب بكم بوريني وتعال، لما برن على بوريني ما برد، في 20 سياره قلبي قدامي. شو علقته؟ النشرة الجوية. يعني لا تيجي وتحكي لي سقوط ثلوج على ارتفاع 900 متر ولا سقوط ثلوج على المرتفعات العالية. يعني انا داير ومعاي متر وقاعد بحسب قديش ارتفاع منطقتي، مش قاعدين احنا في اربد كل واحد نازل ينط لك اربد 700، لا يا زلمة في ايدون 800. عمي تيجي تحكي لي واختصرها علي، اربد امطار، عمان ثلوج، صويلح تطلعش زرقاء ولا يمكن يجيها الثلج. بعدين انا في اشي كتير قاهرني بالنشرة الجوية من زمان، كيف الاتش اللي هو الهاي مرتفع لونه ازرق لونه احمر اللي هو المنخفض، ما هي موجوده على الحنفيات، احمر حامي وازرق بارد، زبطوا لنا اياهم. بحمى انا زي الديزل. ما حد بيصدق النشره الجويه لانه يعني علاقتنا مع النشره الجويه ما كانت فيها صدق من زمان يعني. فبس المشكله وين؟ انه لما يحسوا الناس ريحه منخفض او ريحه ثلج بيعملوا هجوم على المخابز. ايه بتلاقيهم اربع اشخاص بس بالبيت بيشتري لك بثلاث لنانير خبز وربطه خبز اسمر، والمشكله عمره ما ذاقوا الاسمر. الاسمر في الشتاء منيح عشان البطن لانه فيه الياف، واحنا في الشتاء راح عمي تشتري على قدك، تشتري نص ليره 2 كيلو كلكم اربعه في البيت، يعني ما راح تموت من الجوع. ما كانت فيها صدق من زمان يعني. في شخص وحيد بس بيصدق النشره الجويه، يعني بيجي بيحكي لك الجمعه في ثلج، الخميس بدق الباب اقول هي أقول لرقات خلاص ليا. بحمى أنا زي الديزل. تفتح الباب بتلاقي حرام ومعاك ياس. تفضل أستاذي ناقصك مخدي يعني. شو يا يوسف ما عرفتني؟ بشيل الحرام هيك ولا هي هالة هيك حواليه؟ جوز عمتك جايبكم معاي أغراض لأنه دنيا شتا وثلج. انت بتحكي يعني فيه الخير. تفتح الكيس هيك ولا ما بتلاقي جايب لك 43 علبة سردين. ده مش شايفنا بطريق طعمينا سردين في هالبرد؟ سردين بدفي وما بتشوف الاسكيب وشو باكله. هسا اللعب بالثلج كتير حلو، بامكانك تنزل تلعب مع الاولاد الصغار، اولاد اخوك اولاد اختك، تعمل رجل ثلجي غبي ملوش شكل، تحط زرار تحط له لفحة، يعني تعمل اشياء حلوة. بس المشكلة وين بلعب الثلج عند الشباب؟ يعني اللعب بالثلج مش تسلاي، هو عبارة عن تصفية حسابات. يعني مش معقول انا العب معك ثلج واروح ماكل اربع غرز بوجهي عشان والله ننبسط. طش خبطتك هيك واحدة هاي بعدين لك
كعوره بيجي بتاكله زي شو بتعمل جاي بحكي لك حط عليها ثلج عادي بتطيب هسا انت لازم تستغل هاي الثلج اللي بتيجي مره واحده بالسنه بشغلات ثانيه يعني هاي هي الفرصه الوحيده اللي تحكي مع ام الدب الاحمر قدام الناس كلياتها او عادي وان كانك تلعبه زي مستغلها فرصه هاي بحمى انا زي الديزل ارميلي هاي لما تبقى الدنيا تثلج مثل حبات الرمل ابي مسكش نفس هذا الثلج اللي بيبقى مثل حبات القطن وبنفش نبوش مصرهد هاي لما تبقى ترج رج من البرد الدنيا بوز هاي لما تبقى الدنيا تقول قاعد بفريزر قاعد بتنشف هاي الارض لما تصير تنشف مشان يمسك الثلج وتسكر الدنيا دلهمت هاي لما يتغير لون السماء وتصير غيوم سوداء وتقول جاي المنخفض من بعيد زعوق هذا الشتاء اللي كثير زي اللي نزل علينا بربد شركة الكهرباء قسم الشكاوي بالشارع معك تفضل أهلا وسهلا أستاذ بأي منطقة حضرتك؟ تمام تحملني لو سمحت أحولك على الفني ثواني غلبك ألو يعطيك العافية عمي تفضل معك التقني تفضل طيب عمود الكهرباء موجود؟ تمام أغلبك اطلع على العمود في شلقين مزبوط؟ ولا شلق؟ وايرلس عمي وايرلس عندك الكهرباء يمكن إن شاء الله خلال 24 ساعة تعمل ضوئية بيكونوا عندك الشباب شكرا لإلك تحملنا بعينك الله يعطيك العافية حبيبي يعطيك العافية شرفني تأسس شركة الكهرباء في عام 1925 وكانت من رواد الصناعة الكهربائية في الأردن للاستمرار يرجى الانتظار اي بعدين يا زلمي قرفتوني يا زلمي كل مره شتاء مطر ثلج اول مره بتثلج بشار معك تفضل قسم الشكاوى كيف بقدر اساعد نعم ايوه استاذي الو استاذي اهلا وسهلا استاذي يا هلا مين معك عفوان استاذ احمد بس اغلبك توطي صوت التلفزيون تسمعني من السماعه الداخليه مقطوع الكهرباء عندك باي منطقه حضرتك تمام طيب ثواني اشيك لك على الخريطه استاذي والله ما في عندنا اي مشكله بهذيك المنطقه نعم هسه على المحول على اليمين في قبسه صغيره ريستارت بدك تدخل فيها ابره زي اللي على الجيم بوي نفس الاشي نفس التقنيه مستخدمه والله بعتذر منك الرابيه مقطوعه عليها الكهرباء والله وتلاعل علي كمان والله يا سيدي نور القفايه رد على هذا الرقم قرفني رد بسرعه الو فاطمه بيتزا سريع تفضل لا شو كهرباء مش كهرباء بيتزا جهز لي 2 بيتزا من عندك اذا اول ما تثلج بتنقطع الكهرباء اكيد انت بالاردن اذا بتتهاوش مع اخوك مين ينظف الساتلايت اكيد انت بالاردن اذا ما بتغسل شجرك بالشتاء اكيد انت بالاردن رعد وبرد وثلج دقيقه اذا لما تثلج هم اغنيتين اللي بنسمعهم اكيد انت بالاردن ثلج عم ارمي إذا الثلج لثلاث أسابيع تيروح أكيد أنت بالأردن إذا بترقص باليه لما تتزحلق بالثلج أكيد أنت بالأردن إذا عندك دب قطبي اسمه لكي أكيد أنت بالأردن لكي مين قال لك يا هاي؟ لكي لأنه الدب بيشبه الكلب أنا أشرح لك إياها أشرح والبطريق بيشبه البسة تمام ماشي؟ فالبسة بالبطريق تقدر تسميه فلوفي إيه كملي ارحميني في الشبكة شو علقت بالثلج طيب هسا بشوف بقول لك بعدين بحكي معاكي خلص صوتك بقطع هلا ثلج ومطر تفضل لا قناة لا بنشوف قناة شو الساتلايت هذا يا زمي كل ثلج شو مستر جامايكا شو بتعمل هون اطلع لي على الستلايت شل الثلج الان بعدين يا حبيبي وينك انت الحمد لله على السلامه اللجنه الماضي ما كان مش كاين موجود وينك سيدي الدنيا ثلج فيش طرق حاولنا كثير نطلع من اي طريق كلها مسكره ميسون هي يا ميسون جيبي المترجم وتعالي مترجم دولة جامايكا بسرعة تفضل حبيبي شو بقدر أساعدك مستر جامايكا ما
معلمنا جماعة الزرقاء ذبحونا بدهم ثلج واربد فش فيها ثلج، فأنا جاي عليك مشان تحل لنا الموضوع هذا. كلهم بدهم ثلج. بدك ثلج؟ أنا بجيب لكل أردن ثلج. ما في داعي للجنة. مستر جامايكا أحلى ثلج لعيونك ولعيون أهل الزرقاء ولعيون أهل إربد. كبير معلمنا، والله كبير، أحلى والله ثلج. كبير. ورجيني غبرة. نزل الثلج علينا وعلى النبي صلينا، من الفرحة غنينا، ما كنا عارفين شو يلي جايينا، بالبيوت تخبينا، والله ما هو بإيدينا، خبز ما لقينا، كاز ما لقينا، وتجمد وجرينا، انحبسنا والمسؤول ناسينا، كان مشغول على كستنا وتدفئة ومندلينا، وإذا طلع الصبح بيطلع التلفزيونات يتفلسف علينا، العاصفة أكبر منا والله ما هو بيدينا، يخلف على أولاد الحلال اللي ساعدونا، اللي نزلوا على الشارع اللي حسوا فينا. يا أردن يا عظيم، أنت أكبر من أليكسا وأقوى من المكارينا، الله يعيدها بالخير عليك وعلينا، بس بدها شوية تخطيط والمسؤول يحن علينا. The good. The bad, the ugly, the zinif. مرحبا، معكم محمد زغول مقدم النشرة الجوية من فوق السادة. أنا هاي النشرة أحكي فيها خصيصا عن منخفض قادم أقوى من المنخفض اللي جاي. طبعا هذا المنخفض راح يجي فيه ثمان ثلجات، هذول الثمان ثلجات أربع منهم من دول الشقروات، السويد والدنمارك ونيجيريا، في ثلاثة منهم من جزيرة مدغشقر في الجنوب، وأربعة منهم من انترنالي، منخفض انترنالي من العقبة من الشمال، هذا جاسوس منخفض بحكوا له لأنه داخلي. في عندنا منخفض جنوبي من القطب الشمالي، من القطب الشمالي طبعا المنخفض لأنه القطب الشمالي ومدغشقر راح يجي فيه عواصف رملية وثلجية، فبحكوا لها ثملية هاي العواصف، وطبعا كمية الثلوج راح تيجي مركزة من دول الشقراوات، هاي أصنص بتيجي ما بتنحلش مي، يعني مش راح تروح مي. شو يا أبو زغول؟ شو مالك يا زمي مالك؟ نصور يا معلم. شو بتصور قاعد؟ تصور بنشرة جوية ولا برنامج كرتوني؟ بنوعي بالشعب عشان ما هاي نشرة جوية يا زغول، مالك يا زلمة؟ شو العاد؟ باقي ليها نشرة من 98 أنت. شو في فباقية؟ ما عندنا. شو في فباقية يا زمي؟ غصب عن الشعب يا زلمة غرقان بالثلج. بتشك بنشرتيها؟ ولا يا أبو زغول يا زلمة هاي النشرة الجوية هاي؟ لا. هذا منخفض مش مرتفع يا رجل. إيه؟ صدمتني يا زلمة. هذا منخفض؟ خنقتني انت. اتش يعني منخفض ملتفع يا زلمة اعلم فيكو. التعلم انه اول مرة بشوف مذيع طبرة يا زلمة. انا طبرة؟ ولا شو خلينا نلعب طبرة ورقة مقص، ورقتين مش ورقة، ورقتين. زلمة مو كان نلعب يا زلمة. زلمة هيك اللي بروق يا ابو زغور، رفع الضغط وضغط المشاهدين هيك. والله شو بالله علي، روقنا فرجينا شطارتك. سمعت اغنية عزيز ورقة الجديدة؟ لا والله. اللي بقول لك فيها عمان 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 يا عمان يا زلمة. مالك قلبتين؟ روقني يا زلمة، جيب لي كاسة. كيف بدي اروق لك؟ جيب لي كاسة عزيز مانجا. جيب لك عزيز مانجا. بروق عزيز مانجا انا. بدي زدتك انا عنده. مين هو؟ إيه؟ أيها الشعب العظيم، لسا. الثورة مانجا مانجا، دار دار، بيت 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 بيت. هذا اللي بزبط معك أنت، بزبط معك نشرة جوية. بيت وزعتر، ملكش على المناقيش. اسمع تعال أقول لك، مناقيش معك عشان ليرات لاخر الشهر. اذا مالك طفران، انا طفران يا زلمه. مالك خلقت مالك؟ شوفي طفران انا بتيباك قلبت جبت طفران. شو تيباك يا اسبوع ما تايق معطيها التلفزيون وهاي شهر. هاي شهر يا زلمه طفران ماكل هوا يا زلمه. هاي شهر احنا بدنا نطلع برا اصلا. اقول لك وين بدي اروح؟ بدي اروح على شهر الفرات. شهر الفرات، شهر الفرات، بسيط سمك. بسيط سمك، فرات الدم البيضاء عندي طقعد يا صغول، مشان الله طقعد. طقعد من وراك انت يا زلمه. نشره هاي الدم تبعك فاير، الدم دم يا غزال،
دم يا غزال. دم يا غزال. زم تعال. تعال تعال هاي هاي. هاي غزال بتزلجوا قاعدين من ورا النشرة الجوية تعيتك. هم أنا حضرتك يا زول. حاطين النشرة الجوية الشمس هنا. الشمس هنا هم قاعدين بالحي. الشمس هنا. قاعدين بالحي. ليش قاعدين بالحي؟ ما يطلع من الشمس. رفع ضغطي يا رجل يا زمي. حاسة الشمس عندك فقعت يا زغول يا زمي. مالك؟ أنا بحسش يا جهاد. زمي ارحم المشاهدين ارحمهم يا زلمة ارحمهم. إيه؟ النشرة اللي بستنوها بالسنة مرة. السنة مرة يا زمي. ولا بستناها. زمي أقول لك بدي أروح عند محمد الشاكر أنا يا زمي أحسن لي من هالقصة. شو؟ نزلوا محمد الشاكر يا عم روح روح الله معه وقفش حد غيري وقفش حد غيري هم البلد أقول لك بتطلع برا البلد تروح على الخليج بقيت النشرة جوية واحدة مع واحدة وخلص ما يكلها شوب الدنيا شوب وتطلعوش هاي هي أنا بضلني هون عشانكو روح محمد الشاكر قالوا روح روح أنا قال الله معك روح إيه مالك ولا شايف ضوين بشارع ولا لمبة بشارعين كل واحد فنجانه معاه ايوه حبايبي